للطلاب بقى، في خبر بيقول ان في غرامة 10 جنيه على الطالب اللي هيغيب من مدرسته بدون عذر مقبول. يعني ايه بدون عذر مقبول؟ يعني ان كل طالب النهاردة ما راحش المدرسة عنده غرامة 10 جنيه لانه ما قدرش يثبت ان هو عيان او عنده ظروف او كده. وفي نفس الوقت كمان تم تخفيض 50% على تخفيض 50% على مصاريف جهات كتير قوي، اولاد المدرسين، اولاد الشهداء، ضحايا الارهاب. يعني في نفس الوقت كمان كان في تعاون من وزارة التربية والتعليم انها تخفف الاعباء على المحتاجين لهذا الدعم.